الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله هنتناول سويا تطبيقات الفيجوال بيسك على برنامج باوربوينت VBA for باوربوينت. VBA اختصار فيجوال بيسك ابلكيشن. قبل ما ندخل في الفيجوال VBA عايزين نضرب مثال بسيط عشان نفهم الموضوع. لو احنا عندنا في عربية موجودة، العربية دي بتتكون من عدة أجزاء، مثلا فيها إنجن وبودي ويلز، فيها عجل، فيها الجسم الخارجي العربية، فيها الموتور. الموتور ده بيتكون من عدة أجزاء، بيستونز وأشياء أخرى. البيستونز في جواها البيستون 1، بيستون 2، بيستون 3. لو حبينا نوصف البيستون 1 فنكتب car.engine .pistons.piston1، ودي طريقة مهمة جدا في الكتابة لأنها تابعنا كتير جدا في الباوربوينت، ودي طريقة مشهورة جدا في الأوبجكت أورينتد. نفس الكلام موجود عندنا الأبليكيشن اللي هو الباوربوينت، بيتكون من بريزنتيشنز. يعني أنا ممكن في نفس الوقت أفتح عدة ملفات مع بعض، كل ملف في الباوربوينت بيسمى بريزنتيشن، فبيكون عندي بريزنتيشن 1 و2 و3. لو دخلت أنا واقف على بريزنتيشن 1 هتبقى دي اسمها الاكتف بريزنتيشن. الاكتف بريزنتيشن بتتكون من سلايدز ولاي اوت. البريزنتيشن بيكون لها لاي اوت، مثلا عايزها تكون بلانك او تكست او صور او فيديو، وبيكون لها باك جراوند خلفيه. السلايدز بتتكون من سلايد 1 وسلايد 2 وسلايد 3. بنفس الطريقه بنقدر نوصل الى السلايد عن طريق الابلكيشن والاكتف بريزنتيشن وسلايدز. تعالوا نشوف مع بعض وندخل. لو خدنا لو عايزين نضيف شريحة في العرض الفعال فبنكتب له ايه؟ application اللي هو الباوربوينت dot active presentation dot slides dot add slide. تعالوا نشوف مع بعض كده الباوربوينت. ادي عرض عندنا في الباوربوينت اللي هو presentation 2. عايزين نبدأ نكتب فيه برامج بالفي بي. عشان نجيب البرامج اما ندخل من قائمة فيو وندوس ماكرو او الت اف 8. طبعا بيقول انت عايز اسم جديد، اقول له انا عايز اعمل مثلا ماكرو باسم مين، اقول له كرييت. فتح لي شاشة تشبه الى حد كبير شاشة الفيجوال بيزك، بقدر من هنا ان انا اكتب اللي انا عايزه. تعال نرجع تاني للعرض بتاعنا. الامر ده بيعوز بعض البارامترز ان احنا نديها له عشان يبدا يشتغل. فالصيغه بتاعتنا application.activepresentation.slides.addSlide، وبنقول له الاندكس، يعني انت عايز تحط الشريحه رقم 2 رقم 3 رقم 4، لان ممكن يكون عندي 10 شرايح وانا عايز احشر شريحه في مكان الشريحه الخامسه، فالاندكس ده يبقى بخمسه. اللاي اوت، نوع اللاي اوت، يعني لو جينا نشوف الباوربوينت كده، انا هنا عندي الشريحه دي فيها تايتل وسب تايتل. زي ما حضراتكم عارفين ان انا ممكن اجي هنا من هوم، في طبعا احنا شغالين على باوربوينت 2007. في اللاي اوت في عندي عده لاي اوتس ممكن اختار منها اللي انا عايزه، ممكن اختار بلانك، اختار تو كونتنتس، حسب ما انا عايز. فهو بينص لي انت الشريحه اللي عايز تحطها دي عايز تحطها في انهي صوره. طيب تعالوا نشوف مع بعض مثال. بيقول لي قم بعمل عرض مكون من 10 شرائح. يعني لو تخيلنا ان انا عايز احط 10 شرائح عندنا، فهحطهم ازاي؟ ده اللي احنا نشوفه دلوقتي. هنيجي ندخل على الشاشه بتاعت الباوربوينت وهاجي اكتب. طبعا انا ممكن بسهوله جدا اروح جاي هنا قايل له 4 I بتساوي 1 و10، next I واجي بينهم، او next بس مش مشكلة، واجي بينهم اقول له application. طبعا لو دوست كنترول ومسطرة مسافات يجيب لي الخيارات اللي كمل بيها، يعني مش لازم اكتب الكلام كله. application dot active presentation dot slides dot slides
dot slides dot add slide. لو هو جاب لي صيغه الامر اهو، قال لي لازم تدخل الاندكس، هنخلي الاندكس عندنا اي زائد واحد لان انا عندي الشريحه موجوده، فلما تبقى الاي عندنا بواحد يبقى انا احط الشريحه الثانيه. طيب نيجي هنا بقى، هو عايز الكاستم ابلكيشن الكاستم لاي اوت، عايز يحط هنا لاي اوت. طبعا عشان احط هنا لاي اوت ممكن اعمل حاجه، طبعا هيعترض، هاجي هنا انا عايز اخليها زي اللاي اوت بتاع الشريحه الاولانيه، فهاجي اعمل دايمنشن كده ل بي بي تي لاي اوت، ده متغير من عندي انا موصفه از كاستم لاي اوت، يبقى انا وصفت متغير اسمه بي بي تي لاي اوت ونوعه ايه؟ كاستم لاي اوت. طيب اللي عايز اخلي البي بي تي لاي اوت ده ياخد اللاي اوت بتاع الشريحه الاولانيه، طبعا هكتب له هنا سيت، ممكن ما اكتبش سيت لو عايز، هقول له الاكتف بريزنتيشن من غير ابلكيشن، في الاول ممكن اكتب ابلكيشن بسيطه يعني دوت سلايدز الشريحه رقم واحد دوت كاستم لاي اوت. يبقى انا كده المتغير اللي هو بي بي تي لاي اوت ده انا خزنت فيه اللاي اوت بتاع الشريحه الاولانيه، هاجي احطه هنا كده. طبعا هو متوقع ان انا اقول له حاجه بتساوي، طيب بسيطه، لازم هنا ان انا احط له جمله دايمنشن، هنوصف حاجه اسمها او سلايد اوبجكت سلايد، اني كمان از سلايد، يعني انا دلوقتي قلت له حط لي شريحه، طب يحطها فين؟ فهقول له هنا او سلايد بتساوي، ناخد بالنا من الحته دي. انا هنا قلت له وصف لي متغير اسمه او سلايد اوبجكت سلايد مثلا نوعه ايه سلايد، وجيت هنا قلت له السلايد اللي هي اوبجكت او سلايد دي هي عباره عن الشريحه الجديده اللي انا هحطها. تعالوا كده نعمل رن، ندوس اف 5، طبعا لو جينا نشغل راح مديني رسالة object variable or with block، طبعا يفضل هنا نحط له set، هنلاقي ان هو ايه ان شاء الله يشتغل مظبوط. السؤال دلوقتي هو ايه؟ ان احنا لو جينا نشوف، لو جينا نشغل برنامج ده دلوقتي هيعمل لنا مشكله. ايه هي المشكله؟ انا دلوقتي فاتح اتنين باوربوينت، الباوربوينت اللي انا بعرض منه الشغل بتاعنا، وباوربوينت تاني اللي انا شغال فيه بعدل فيه. طب هو يعرف الاكتف برزنتيشن ازاي؟ اكتف برزنتيشن ازاي؟ لازم اقف عليها، يعني دلوقتي كده واقف على دي، يبقى ده الاكتف برزنتيشن بتاعي. هروح على طول على الكود واديله اف 5 او ران، هرجع تاني لبرزنتيشن 2 هلاقي حط لي 10 شرايح بنفس 11، هم كان واحد وزاد عنهم 10، حط لي 10 شرايح بنفس اللاي اوت بتاع الشريحه الاولانيه. طبعا لو انا غلطت وانا واقف كده مثلا ورحت دوست شغلت البرنامج ده هيحط لي 10 شرايح في الباوربوينت اللي انا بعرض منه، فهلاقي الباوربوينت اللي انا بعرض منه هيبقى فيه شرايح كده، خصوصا لو انا هعمل شغل. طبعا ممكن ان احنا ما نقولش اكتف برزنتيشن، لا ممكن اقول له دوت بدل اكتف برزنتيشن هقول له دوت برزنتيشن presentations رقم 2 مثلا. تعالوا كده نشوف دي، احنا هنروح هنا في presentation 2 وهنمسح الشرايح دي، ديليت 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 ديليت، وباقي شريحه واحده. تخيل ان انا واقف هنا، فدي الاكتف برزنتيشن بتاعتي دلوقتي، وهروح على الكود وهنفذه.
بدي رسالة ان مفيش نمبر معروف، اي بواحد يبقى اتنين، ضفنا كلمة سات. يبقى احنا كده لو رجعنا مع بعض، احنا وصفنا متغير اسمه بي بي تي لي اوت، وده حطينا فيه اللي اوت بتاع الشريحة الاولانية. وصفنا متغير اسمه او سلايد، وعرفناه كأنه سلايد، وقلنا له ان الاو سلايد ده هو عبارة عن الشريحة اللي احنا حاطينها. تعال نعمل رن كده، نروح ل نشوف حضراتكم بقى، في عندنا هو 11 11 سلايد، كلهم بنفس الايه التخطيط او اللي اوت بتاع الشريحه الاولانيه. طبعا ممكن واحد، تعال بقى نمسح كده، انت والله لو شغلنا من تاني هيبقى 21، كمان مره 31. ممكن ان احنا نيجي هنا، احنا عايزين نغير اللي اوت بتاع الشرايح دي، سهل جدا. هنيجي نقول له او سلايد دوت لاي اوت بيساوي مثلا بلانك فاضي. يبقى هو كده يعمل ايه؟ هيحط 10 شرايح، كل شريحه يحطها بنفس التخطيط بتاع الشريحه الاولانيه، وبعدين يغير اللاي اوت بتاعتها يخليها بلانك. تعالوا كده نعمل رن. واضح ان ال10 شرايح دول ايه؟ ال10 شرايح دول بلانك، لكن اول شريحه لسه زي ما هي اللي هي على التخطيط الاصلي بتاعها. طبعا ممكن اغيرها من هنا، ان انا اجي هنا اقول له ان الاكتف برزنتيشن دوت سلايد 1 دوت لاي اوت بتساوي بلانك. فرق كبير طبعا زي ما حضراتكم عارفين، ان انا احط الامر ده هنا او احطه قبل الجمله دي. هو هنا انا وصلت متغير اسمه بي بي تي لاي اوت على انه كاستم لاي اوت. انا هنا خزنت اللاي اوت بتاع الشريحه الاولانيه في المتغير ده، وجيت هنا غيرت اللاي اوت بتاع الشريحه الاولانيه خليته بلانك. لو انا كنت طلعت السطر ده فوق يفرق جدا عن وجوده تحت، لانه هو موجود تحت البي بي تي لاي اوت دي اتخزن فيها ايه؟ اتخزن فيها اللاي اوت الاصلي بتاع الشريحه الاولانيه اللي هو التايتل والسب تايتل. لكن انا لما اجي اطلع الجمله دي فوق بقت قبل ما يخزن اللاي اوت بتاع الشريحه الاولانيه في المتغير ده هو غيرها خلاها بلانك، وعندئذ ممكن ان انا الغي خالص السطر ده. تاني الحته دي، انا دلوقتي غيرت تخطيط الشريحه الاولانيه خليته بلانك فاضي، وخدت اللاي اوت ده وخزنته في متغير اسمه بي بي تي لاي اوت، وبدات احط 10 شرايح بنفس اللاي اوت الاول. تعال نشوف الكلام ده كده، هنجي نعمل ديليت 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 ديليت. طبعا واضح ان انا عايز ما ابداش اعمل ديليت على طول، لان كده هبقى ايه، دايما هقعد اعمل ديليت. هنشوف مع بعض، تعال نشغل كده. حط لي الشرايح كلها فاضيه والشريحه الاولانيه فاضيه لانه غيرها قبل ما يحط بقيه الشرايح. زي ما قلت لحضراتكم، انا دلوقتي كل ما اعمل رن، يعني لو جينا عملنا رن كمان مره، رن كمان مره، هنروح هناك هنلاقي في عندنا كام؟ في عندنا 31 شريحه. طب انا عايز امسح الشرايح دي، عادي جدا ممكن ان انا نفس القصه في الكود في الاول اقول له يمسح الشرايح امتى؟ هقول له do loop until ايه بقى؟ نقف هنا، انا عايز امسح الشرايح لغايه ما الاقي ان انا عندي شريحه واحده عادي. فهقول له application dot active presentation dot slides دوت كاونت. يبقى انا كده الحته دي كده تجيب لي عدد الشرايح اللي موجوده في البرزنتيشن بتاعتي. يبقى انا هعوز اكرر عمل معين، ان انا امسح الشرايح لغايه ما عدد الشرايح يساوي واحد. طب هكتب ايه جوه؟ انا عايز اعمل ايه؟ عايز امسح مين؟ اقول له برضه ممكن اخدها كوبي وبيست من هنا، اقول له ابلكيشن دوت سلايدز
نمبر اتنين دوت ديليت. نشوف مع بعض الحته دي. ان هنا هو هيكرر، هيقعد يمسح السلايد رقم اتنين. طبعا من الملاحظات المهمه اللي لازم ناخد بالنا منها ان هو لما يمسح سلايد رقم اتنين، رقم ثلاثة تبقى رقم اتنين، ففي اللفة الجاية هيمسح برضه رقم اتنين، رقم اتنين، رقم اتنين. لكن ما ينفعش ان انا اجي اقول له امسح لي الشريحة رقم 31، 31، مش هينفع. ليه؟ لان دلوقتي 31 لما امسحها مش هيبقى في شريحة اسمها رقم 31، فيجي يمسح 31 مش هيلاقيها، هيدي ايرور. لكن انا لما اجي اقول له امسح لي الشريحة رقم اتنين، رقم اتنين، رقم اتنين، رقم اتنين، هيقعد يقلل عدد الشرايح سنة بسنة لغاية ما يمسح كل الشرايح اللي رقم اتنين. انا هكرر العمل ده كم مره؟ هكرره لغايه ما عدد الشرايح يبقى واحد. تعالوا نشغل كده. لو بصينا نلاقي عندنا 11 شريحه. تعالوا نشغل تاني كده. برضو 11 شريحه. طيب كلام كويس جدا. وده اللي احنا كنا لسه متكلمين عليه من شويه. طيب لو عايزين بقى نرسم خط في الشرايح عادي، باجي اكتب له ابلكيشن دوت اكتف برزنتيشن دوت سلايدز ان، ان ده رقم الشريحه، انت عايز ترسم الشريحه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا العشر حسب ما انت عايز. دوت شيبس، انا عايز ارسم دلوقتي شيب، والله بيعتبر شيب، واقول له دوت اد لاين. دي صيغه الامر له طبعا بارامترز بتدخل له مع عوامل معاملات اكس 1 و y1 و x2 y2، دي اللي هي احداثيات نقطه البدايه والنهايه للخط المستقيم. طيب الاوريجن بتاعه فين؟ ده اللي واضح قدامنا اهو. ادي الاوريجن بتاعنا في الكورنر الشمالي العلوي، ومحور x متجه جهه اليمين، محور y متجه الى اسفل. الكوردينيت بتاع الكورنر يمين اليمين السفلي 720 و 540. تعال ناخد مثال. قم بعمل عرض مكون من 10 شرايح يحتوي كل منها على شكل سداسي مغلق عشوائي. شايفين الشكل ده من ده؟ ده شكل سداسي في 6 اضلاع بس عشوائي. اعمله ازاي؟ سهل جدا. هاجي على نفس البرزنتيشن بتاعتنا دي وهنكمل عليه. هنيجي نقول له هو دلوقتي الراجل حط لي شريحه. الراجل جه وحط لي شريحه، ما هو دول 10 شرايح اهو. طيب تعالوا بقى. أول حاجة الشكل السداسي ده لازم أولًا أحط النقط بتاعته. فهاجي هنا فوق وأقول له dim xy points 6 و2، لأن عايز الشكل السداسي as integer. طيب كلام كويس. هنا بقى عايزين نبدا نولد النقط، صح؟ عايزين نبدا نولد النقط. جميل جميل. هاجي انا اقول له فور اي بتساوي، ما ينفعش اي بقى لان انا لسه قايل فور اي فوق اهو، يعني اي هنا بتعبر عن الشريحه الاولى الثانيه الثالثه، ما ينفعش اقول اي، فاقول له فور جي بتساوي 1 و6. واجي هنا اقول له فور كي بتساوي 1 و2. ناخد بالنا الاري ده او النصفه دي مس 6 في 2 6 نقط، 6 صفوف كل صف عباره عن نقطه، وعمودين اكس وواي. طيب عايزين نبدا نولد نقط عشوائيه، في امر هنديه اسمه راندمايز عشان يعمل عمليه توليد عشوائي، واقول له اكس واي بوينتس اس جي وكي بيساوي راندم او راند على طول في 500. طبعا مش كان راند بيعمل ايه؟ بيولد لنا رقم عشوائي من 0 الى 1، فاضرب 500 عشان يبقى الرقم محصور من 0 الى 500، واخد له الانتجر عشان انا قايل ان المصفة دي اصلا انتجر، فما ينفعش تكون انتجر واخزن جواها مش مت انتجر، فانا خدت الانتجر بتاعها. هاجي هنا اقول له نيكست، واجي هنا اقول له نيكست. يبقى احنا كده في الخطوه البسيطه دي عملنا ايه؟ ولدنا ارقام عشوائيه تعبر عن الاكس والواي كوردينيتس بتاعه الست نقط. تعالوا مع بعض نشوف. هنيجي نقول له 4 جي بتساوي 1 و6، نيكست.
وهاجي ابدا احط هنا. طب هبدا احط ايه؟ ابدا احط شيب، يبقى لازم ان انا فوق خالص اعمل دم للشيب، اقول له دم اوبجكت شيب از شيب كويس. وهاجي انا اقول له زي ما احنا شفنا set object shape بيساوي ايه؟ application dot active presentation dot slides. انا هحط بقى في الشريحة الهين اللي هي i زائد واحد dot shapes dot add line. هو الراجل حتى كتب لي الامر begin x و begin y و end x و end y. طيب دلوقتي بقى انا عايز نقطة البداية بتاعتي اسكيب، عايز نقطة البداية بتاعتي احداث الاكس بتاع البداية هو j و 1 ده الاكس، طب الواي هيبقى j و 2 دي البداية. طب النهاية بقى هتبقى ج زائد واحد. ما انا دلوقتي ملف فور جي دي بتجيب لي ست خطوط، فالخط الاول واصل من النقطة الاولى للنقطة التانية، والخط التاني واصل من التانية للتالتة، من التالتة للرابعة، يبقى دايما هلاقي ان انا نقطة النهاية بتاعتي هي عبارة عن ج زائد واحد. سنلف القوس اخيرا، تعالوا مع بعض نشغل البرنامج ونشوف هيعمل ايه. حصل في ايرور. طبعا ايه هو الايرور؟ لما جه يشغل الخط السادس فجاي يوصل احداثيات النقط، النقطه اللي في السته اللي في السطر السادس بالسطر السابع. طبعا واضح ان انا عشان اعمل المضلع المغلق هوصل النقطة الستة بالنقطة الأولى، هو دلوقتي كده يوصلها بالنقطة السابعة، مفيش أصلا نقطة سابعة، إن أنا قايل له فوق إن هي ستة بس. في خيارين قدامي، إما إن أنا أقول هنا اعمل لي لغاية الخط الخامس والخط السادس أعمله بإيدي لوحدي، أو إن أنا هنا أقول له إن أنا عندي سبع نقط واجي بعد ما ولدت النقط اجي اقول ان النقطة السابعة، شوف هذا كل اللي انا هعمله دلوقتي ده، هاجي اقول له من واحد اتنين النقطة السابعة هي نفسها النقطة الأولى. واخد بالي حضراتكم؟ بحيث إن أنا يعني أنا دلوقتي قلت له إن أنا عندي سبع نقط، هما ست أضلاع بسبع نقط، وهقول له إن النقطة الأخيرة هي نفسها النقطة الأولى، بحيث لما يجي هنا ما يعترضش ويقفل لي المضلع بتاعه. تعال نعمل رن كده. نروح نتفرج. طبعا احنا كنا واقفين هنا، لازم نروح نقف على الاكتف برزنتيشن ده اللي احنا كنا بنقول عليه. نعمل ران. بص حضراتكم الشريحه الاولى ملوش دعوه بيها، الشريحه الثانيه حط فيها اهو مضلع سداسي سداسي، وكل واحد في دول حطه بطريقه راندوم. طبعا واضح ان الخط هنا يعني الويت بتاعه قليل، ممكن ازود الويت بتاعه بسهوله ان انا هرجع تاني للبرنامج بتاعنا وهاجي هنا واقول له ان الاوبجكت شيب دوت لاين الخط بتاعه دوت ويت بيساوي 5. تعالوا هاكم نشغل تاني كده، بس زي ما قلت لحضرتك احنا لازم نقف فين؟ نقف هنا. اشغل، تعال نتفرج تاني. واضح طبعا ان الخطوط هنا تقلت جدا بين الويت بتاعها. يبقى انا بعد ما حطيت الشيب وولدته
اللي هو الخط، اقدر بعد كده اعمل عليه اعمال كتيره جدا. يعني لو جينا شفنا هنا الاوبجكت دوت لاين دوت، هلاقي في حاجات كتير ممكن اغير الباك كلر بتاعها، البيجيننج ار ولينس، يعني شكله هل هو نهايه عاديه ولا سهم، والفور كلر، كل حاجه ممكن ان اقول فيزابيليتي الرؤيه بتاعتها ممكن اغير كل الكلام ده. يبقى انا الفكره ببساطه ان انا بحط اوبجكت وابدا اغير عليه، زي ما عملت هنا. إن لو نفتكر كنت حطيت سلايد وخدت السلايد دي وغيرت اللاي اوت بتاعها، هنا حطيت لاين وخدت اللاين وغيرت اللاي اوت بتاعه. وادي البرنامج اللي احنا لسه عاملينه من شويه. طيب عايزين نعمل برنامج اكبر شويه. قم بعمل عرض مكون من 10 شرائح يحتوي كل منها على مثلثين متداخلين مع التوصيل بين رؤوسهم، زي اللي قدامنا ده، مثلثين مثلثين جوه بعض وهيوصلوا الرؤوس بتاعتهم ببعض كما بالشكل التالي مع زيادة حجم المثلثين من شريحة لأخرى. طبعا واضح اللي احنا بنعمله، يعني المثال اللي فات اللي هو كان بتاع المسدس ده، ممكن لو عايز بدل ما هم 10 شرائح خليهم 100 شريحة، تفرق في حاجه ما تفرقش في حاجه. بدل ما قلت له فور من 1 ل 10 اقول له فور من 1 ل 100، بدل ده هو شكل سداسي عايز اخليه شكل ثماني اقول له فور من 1 ل 8. يعني موضوع بسيط جدا في البرمجه، مش محتاج مني اي مجهود. طيب عايزين نعمل هذا البرنامج اللي احنا قلناه بتاع المثلثين اللي جوه بعض، لازم الاول اتخيل انا عايز اعمل ايه. لو فكرنا حضراتكم ان احنا عندنا الاوريجن هنا فوق في الكورنر الشمال العلوي والكورنر اليمين السفلي احداثيات 720 و540، هفترض ان الاوريجن بتاعي هنا في النص اللي انا هبدا انطلق منه مركز المثلثات. طبعا احداثيات هتبقى نص الاحداثيات بتاعت الكورنر، يبقى 360 و270. هنقول ان احنا عندنا المسافه الافقيه دي بتاعت المثلث الاولاني دي اكس 1 دي اكس 1 ودي واي 1 دي واي 1، والمثلث الثاني الكبير هيبقى دي اكس 2 ودي واي 2. ببساطه جدا ممكن هنرجع تاني، يعني فاضل احنا نقف هنا عشان لما اجي اشغل البرنامج، ممكن عشان ما نبوظش البرنامج اللي احنا عملناه ده، هنروح جايين واخدين كوبي منه من الصب ده اللي هو صب 1 صب مين، واسمي ده صب مين 1، مفيش اي مشكله. تعالوا نشوف ايه الفروق. اول فرق ان انا عايز ارسم مش شكل سداسي، انا عايز ارسم مثلث، يبقى بدل دي ما هي تبقى 4. ناخد بالنا المفروض لما نكون عايزينه 6 قلنا ان هم 7، لما عايزينهم 3 هنقول ان هم 4، لنفس الغرض اللي احنا قلناه قبل كده ان انا عايز اقفل المطلع بتاعي. طب كلام كويس، بس انا دلوقتي عايز ان انا مثلثين، فانا ممكن اقول ان انا عندي هنا 2 كمان. هو ينفع اعمل مصفوفه ثلاثيه الابعاد؟ ينفع طبعا. يبقى انا دلوقتي ممكن نسمي حتى ده نسميه تريانجل بوينت اكس واي. كويس، بقى انا في عندي تريانجل بوينتس اكس واي، ده اللي هبدا اخزن جواه احداثيات النقط بتاعت الاثنين تريانجل. طيب كل ده شغل عادي، كل ده عادي، بس هنا انا مش هولد النقط راندوم. قبل كده كنت هولدها راندوم، لا انا هنا مش هولدها راندوم. ما انا هعمل ايه؟ انا هبدا احط النقط بتاعتي، هبدا احط النقط بتاعتي، لازم احطها. طب احطها ازاي؟ سهله جدا. طبعا واضح ان انا هقول هنا بره ان انا في عندي اكس نوت، اكس نوت دي اللي هي ب 360 بتاعت نوت المركز، اكس نوت 360 وواي نوت ب 270. هبدا اخد بقى املى المصفوفه اللي قدامنا دي. هنملى الاول التريانجل الاولاني، النقطه الاولى الاكس بتاعها باكس نوت، نشوف مع بعض، هنعتبر دي النقطه الاولى.
فالاكس بتاعتها باكس نوت ناقص ناقص دي اكس 1. طيب دي اكس 1 ده احنا ما قلناهوش اصلا. طيب ممكن نقول هنا ان دي اكس 1 بتساوي 50. والدي واي 1 بتساوي 50. والدي اكس 2 بتساوي 100. والدي واي 2 بتساوي 100. تعالوا نشوف حضراتكم. هنيجي نقول زي ما قلت حضراتكم ان احداث التريانجل الاولاني النقطة الأولى الإكس بتاعتها بإكس نوت ناقص دي إكس 1. طب الواي بتاعها نبص مع بعض، الواي بتاعها بواي نوت ناقص دي واي 1، يبقى واي نوت ناقص دي واي 1. ده كده النقطة الأولى في الترينجل الأولاني إكس وواي. طب تعالوا نشوف كده حضراتكم، لو جينا نشوف النقطة التانية، النقطة التانية هنلاقي لها نفس الواي بس الاكس بدل ما هي كانت اكس نوت ناقص دي اكس 1 تبقى زائد دي اكس 1. يبقى هاجي هنا اخلي دي زائد دي اكس 1. طب النقطة التالتة، النقطة التالتة كل ده في الترينجل هون الأولاني، الاكس نوت هي نفس الاكس بتاعت النقطة، يبقى نيجي هنا نمسح الايه؟ الناقص دي اكس 1. والواي بقى هتبقى مش ناقص، هتبقى زائد، هتبقى واي نوت، الواي بتاعت النقطه الثالثه دي هتبقى هي الواي نوت زائد الدي واي 1. كويس، يبقى انا كده قدرت اعمل الثلاث نقط دول. ممكن اخدهم كوبي كده وانزل بالمثل اعمل النقط، اخد الثلاث سطور دول ونعمل ثلاثه تانيين، حتى ممكن نكتب كومنتس، نكتب هنا second triangle ونكتب هنا فوق first triangle. ايه الفرق؟ ان السكند تريانجل هيبقى دي كلها اتنينات. طبعا ممكن اعملها بطريقه بسيطه، انا هختار دول كلهم كده وكنترول اتش واقول له استبدل لي كوما 1 كوس 1 بكوس 2 في السلكشن بس، اكتب ليس اول وراجل استبدلهم. طيب برضو هنا هتبقى كل الكلام ده بقى بدل ما هو 1 هيبقى 2 2 2 2 2. يبقى انا كده قدرت اعمل النقط بتاعتي. طيب لسه في حته، الحته دي كانت بتخليني النقطه الاخيره هي نفس النقطه الاولى عشان يقفل. طيب انا هناك كنت شغال على تريانجل واحد، انا هنا هقول له فور جي من 1 الى 2، فور كي من 1 الى 2، وهقول له ان التريانجل نبص على الحتة دي كويس، هنحط دي جي ونقول له دي النقطة الرابعة ونحط دي كي بتساوي النقطة الأولى. نيكست، نروح هنا نلغي السطر ده. طيب أنا في الخطوة دي عملت إيه؟ عديت على الاتنين تريانجل، هي الاي شيب 1 و2، وعديت على الاكس والواي كوردينيتس، خليت النقطه الرابعه هي نفسها النقطه الايه؟ الاولى. دلوقتي العمليه بقت سهله جدا، حان وقت ان احنا نرسم. سهله برضو، هنبدا نرسم، هنحط برضو 2 4، هنقول له ارسم لي خط. كويس جدا، نخبر حضراتكم الجي دي اللي هنعتبرها بتاعة التريانجل، والكي دي اللي هي بتاعة النقط، فالخطوط، فالمفروض انا عندي ثلاث خطوط. نيجي نشوف،
انا دلوقتي عايز ارسم الخط من ايه؟ لازم احداثيات نفس الكلام ده مظبوط. هاجي هنا بقى عايز احط له الاكس والواي. طبعا ممكن اجي هنا واختصر اقول له اكس 1 هي، يعني ممكن اجي في الاول اقول له جوه الفور اقول له اكس 1 هي الاكس بتاعت التريانجل جي للنقطة كي وواحد عشان اكس، وواي 1 هي نفسها بس 2. طيب دول بتوع نقطة البداية. طب نقطة النهاية بقى اللي هي 2 هتفرق؟ هتفرق ان دي تبقى كي زائد 1، بدل ما النقطة التانية تبقى هوصل من التانية للتالتة. دلوقتي كده انا وصفت، بدل ما كنت هنا عامل مصفوفات ممكن اقول له على طول اكس 1 وواي 1 واكس 2 وواي 2 وناخدها في نفس السطر اللي احنا كنا مسحناه. يبقى كده مظبوطة. اد لاين اكس 1 واي 1 اكس 2 واي 2 ونخليها برضو ان هي الويت بتاعها ب3 وندي هنا نيكست ونيكست. وطبعا النيكست الاخيره دي بتاعت الشرايح، الفور بتاعت الاي بتاعت الشرايح. ترى حضراتكم نشتغل كده، بس نقف الاول على البرزنتيشن بتاعتنا اللي عشان تبقى هي الاكتف برزنتيشن ونعمل ران نشوف كده اللي حصل. الراجل وليد لي مثلثات، بس واضح المثلثات قد بعض. هنعالج القصه دي كمان شويه. لسه ما وصلتش النقط ببعض، سهلة جدا. عايز اوصل الثلاث رؤوس ببعض، بسيطة. قبل النكست بتاعت الشريحة انا كده وصلت، اقول له فور كي بتساوي 1 و3. ونكست هناخد كوبي كده من الحتة دي ونشوف. طبعا ممكن ارجعها ورا شويه لو حبينا، شيفت تاب. دلوقتي عايز اوصل الرؤوس ببعضها، عايز اوصل الرؤوس ببعضها. فمثلا النقطه الاولى في المضلع الاول هوصلها برضو بالنقطه الاولى في المضلع الثاني، والنقطة الثانية في المضلع الأولاني برضه هوصل. يبقى كده خلصت. تعالوا نشغل كده تاني. نلاحظ إن هو كل مرة بيمسح الموجود ويرسم من أول وجديد. وصل. بس قد بعض. عايزين نخليهم متغيرين، سهلة جدا. الدلتا إكس اللي أنت قلتها لي فوق ب50، هنيجي نقول له زائد أي في 10. والكلام ده هنعمله في الدلتا واي نفس الكلام، بحيث ان مع اللفه الاولى يبقى الدلتا اكس ب60، اللفه الثانيه اللي هي السلايد اللي بعديها يبقى دلتا اكس ب40، اللفه اللي بعد وهكذا. نعمل كده رن ونشوف. واضح انه بيزيد حتى لو شغلنا F5. كلام كويس جدا. يبقى احنا الحمد لله قدرنا نعمل دلوقتي مثال جميل جدا، نرسم مثلث ونكبره او نرسم مثلثات تكبر معانا كل شويه. وده هو البرنامج اللي احنا لسه كاتبينه. مع بعض. طيب لو عايزين نضيف شكل مش خط عادي، هو برضو active presentation dot slide number كذا dot shapes dot add shape، وبنذكر البارامترز الطيب بتاع الشيب. يعني عايزين نحط مثلا مكعب، لا ده عايزين نحط مستطيل، والليفت والتوب والويث والهايت. الليفت والتوب بتاع الشكل هحطه ويعرضه كام، والهايت بتاعه بكام. ناخد مع بعض مثال. قم بعمل عرض مكون من شريحه واحده تحتوي على 4 مكعبات بعضها فوق بعض كما بالشكل التالي. 4 مكعبات عاملين كده وعايزين نحطهم فوق بعض. نعملهم ازاي؟ تعالوا حضراتكم نشوف مع بعض.
أول حاجة هنفترض إن الأربع مكعبات دول أنا عايزهم فوق بعض كده. هفترض إن المكعب الأولاني ارتفاعه اتش، تاني 2 اتش، 3 اتش، 4 اتش. هنيجي طبعا على الشغل بتاعنا وناخد كوبي زي ما اتعودنا وبيست، بس بدل ما ده كان مين 1 هنسمي ده مين 2. هو اولا هنا عايز يحط شريحة واحدة، ففور 10 دي مش لازم نلغيها ونلغي النيكست بتاعها. طيب كلام كويس. نفس القصة الاحداثيات دي كلها والدلتا اكس، كل الكلام ده مش محتاجه. احنا هنعمل ايه؟ هنحط الشريحة زي ما عملنا دلوقتي اهي، شريحة فاضية، وعايز ابدأ احط فيها اربع مكعبات. هنقول فور واحد من واحد لاربعة، عايز ابدأ احط اربع مكعبات عادي. هنيجي هنا نقول له مش محتاجين بقى اللي تحت ده كمان، نلغيه وفور كي ملهاش لازمة، هما كلهم أربع مكعبات. هنقول له ست او شيب اللي احنا مصفينه فوق بيساوي ابلكيشن دوت اكتف برزنتيشن دوت سلايد نمبر اي زائد واحد زائد شيبس زائد، هنمسح بقى من هنا للاخر، شيبس دوت اي، نرجع نحذف ونحط دوت عشان يديني ان انا اكتب. هقول له اد شيب او اد شيب، وافتح قوس قبل الطيبس بتاعت الشيبس كلها اللي عنده كثيره جدا 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 جدا. لا انا هختار كيو، خد ناخد بالنا كلها ام اس او شيب، انا هختار الكيوب. كويس. الليفت بتاعه هتاخده كام؟ هاخده مثلا 50، والتوب بتاعه لو قلنا 50 هيطلع كلهم زي بعض، فنقول 50 في اي، يعني هيطلع كلهم متوقعين على بعض. طيب والويتس بتاعي هقول برضو انا عايزه 50 في اي، والهايت بتاعي 50 في اي. يبقى انا كده عملت ايه؟ يبقى انا كده عملت ايه؟ طبعا احنا الحته اللي فوق دي مش خلاص، دي بيمسح الشرايح القديمه ويسيب لنا شريحه واحده ويبدا يحط شريحه ثانيه ويشتغل عليها. كلام جميل. طبعا زي ما قلت لحضراتكم ممكن يجي هنا وشيفت تاب يرجعهم لي لورا شويه. طيب دلوقتي هنيجي نقف على الشغل بتاعنا ونرجع تاني ونشغل نشوف المنظر عامل ازاي. ما حطش حاجة، نرجع نشوف ايه المشكلة. المفروض دي فور اي، ان انا هنا قلت له اي واي ودي تبقى طبعا الشريحة رقم اتنين، ما عادش في اي موجودة اصلا. وانت هنا قايل له 50 في اي، فالاي كانت بصفر، فجاي يحط عنصر عرضه صفر، طبعا ما فهمش حاجة. نشوف حضراتكم حطلنا العناصر كلها جنب بعض. طبعا للاسف انا مش عايز كده، احنا لو شفنا في البرزنتيشن عايزينهم جهه اليمين زي بعض. طب الحل ايه؟ الحل بس انا عايز اليمين بتاعهم هو اللي زي بعض. عادي ممكن ان انا اجي هنا في الليفت بتاعهم، ناخد بالنا من الحته دي، بدل الليفت ما هو 50 هقول لا الليفت 400 ناقص السايز بتاع كل واحد. مش انا عرض كل واحد فيهم 50 في اي، فانا هنا هقول له ان الليفت بتاعي هو 400 ناقص 50 في اي ناقص العرض. طيب تعال نشغل كده.
ظبط ان هما جنب بعض. طبعا في ملحوظه مهمه، ان هو مخلي المكعب الثاني على الثالث وهكذا، الرابع على الثالث وهكذا. طبعا ان هو بيحط بترتيب الوضع، يعني انت حطيت ده ثم ده ثم ده ثم ده، يبقى ده اللي فوق. لو حبيت تخليه وراه تقول له كليك يمين برينج سند تو باك، ابقى وراه. طب انا عايز اعمل الكلام ده في البرنامج، عادي سهل جدا. ان انا اجي هنا بدل ما بقول له ارسم لي من واحد لاربعه، هقول له ارسم لي من اربعه تو 1 ستيب ناقص واحد، بحيث يرسم لي الاول الرابع اللي هو الكبير، وبعدين الثالث، وبعدين الثاني. نعمل ران. شايفين حضراتكم الراجل حطهم لهم الرابع الثالث وهكذا. طيب في عندي مشكله ان هم داخلين على بعض، في عندي مشكله ان هم متداخلين في بعض، محتاج ان انا افرد التوب بتاعهم شويه. يعني ده محتاج التوب بتاعه ينزل شويه، وده التوب بيجي كده، وده التوب بيجي كده. طيب نعملها ازاي؟ سهله جدا. هنيجي نلعب في التوب، مين في دور التوب؟ ممكن ندوس هنا كوما بدل الكوما الموجوده، فيطلع لي يقول لي ده الويت، يبقى ده التوب. انا التوب قايل ان هو 50 في اي، بس هم كلهم ارتفاعهم مش 50 في اي. واخد بالنا؟ هو ارتفاعهم مش 50 في اي، يعني الكلام ده لما يكون كل واحد ارتفاعه 50، فاقول يبقى الاولاني ارتفاعه الطب بتاعه 50 واللي بعديه 100 و100. لا، ده انا الكلام ده عندي داله او متواليه هندسيه. فممكن انا اخلي الطب بتاعه بقانون المتواليه الهندسيه. لو فكره قانون المتواليه الهندسيه اللي هو كان نون على 2 او ان ديفايد 2 في 2 ان زائد ان ماينس 1 في دي، القانون بتاع المتواليه العاديه اللي هو كانون على 2، 2 نون زائد او 2 الف، اسف 2 الف زائد نون ناقص 1 في د. فانا ممكن اجي اكتب القانون هنا بنفس الطريقه، بدل الطب بتاعنا ما هو اي في 50، 50 في اي، هغيره. هخليه ايه؟ هخليه اي على 2 في 2 في 50 زائد اي ناقص 1 في 50. يبقى انا كده غيرت، خليت اللي هو نون على 2، القانون بتاعنا اللي هو نون على 2 في 2 الف زائد نون ناقص 1 في د. تعالوا نشغل كده حضراتكم ونشوف اللي هيحصل. اتفردوا شويه، بس اتفردوا قوي. واضح طبعا ان انا المفروض ازود، انقص واحد من الان من الاي. ليه؟ لان دلوقتي المكعب الثاني، المكعب الثاني مش عايز اجمع واحد مع اثنين، انا عايز اجمع واحد بس. فهنيجي هنا بدل دي ما هي اي كده اللي هي نون على اثنين، هنقص منها واحد، وبدل دي ما هي نون ناقص واحد هنخليها نون ناقص اثنين. تعالوا نشغل كده. قربوا جدا من بعض. بص حضرتك، الطب مع البطن، الطب مع البطن، الطب مع البطن لازقين في بعض تمام. بس لا، انا عايز انزلهم كمان شويه عشان يبان ان هم مضغومين. ممكن العب بقى في اللي هو الزياده، اخليها مثلا 30. نلاحظ ان هم جم مع بعض زي ما احنا كنا عايزين، الحمد لله. طيب وادي البرنامج اهون ومعمول. لو عايزين نحط نص في شريحه كتابه بقى، عايزين نكتب عادي برضو. دوت شيبس دوت اد تكست بوكس، دوت اد تكست بوكس، بنكتب له التايب. التكست بوكس ده نوع ايه؟ ساعات يكون في بوكس تكست بوكس افقي راسي، والليفت والتوب والويث والهايت. تعالوا نشوف مثال. قم بعمل عرض مكون من شريحه واحده تحتوي على 20 سطر يوضح حجم فونت الكتابه. يعني ايه؟ يعني عايزين، تعالوا ناخد كده كوبي من اللي قدامنا ده. طبعا اكس نوت واي نوت ده مالهمش لازمه، ممكن نمسحهم، هنسمي ده مين؟ ثلاثة. احنا دلوقتي عايزين في خلال الشريحة دي نحط، عايزين خلال الشريحة دي نحط 20 سطر.
احنا دلوقتي عايزين 20 سطر نوضح بيه الفندق. هنيجي هنا نعمل 4 من 8 تو 28، طبعا بستيب واحد او نشيل الستيب خالص مش لازم. عايزين نحط ايه بقى؟ هل عايزين نحط شيب؟ لا، هنشيل نمسح ده خالص، هنخليه دوت اد تكست بوكس. النوع، خد بالك بقى من النوع، في اورينتد داون وورد هوريزونتال، انا اخد الهوريزونتال كويس. الليفت بتاعنا هنفترض ان كلهم ليفت 50 تو التوب، نقول له هم زي بعض؟ ما ينفعش طبعا، هنقول له اي في 20. الويدث اديله 200 والهايت نفترض ان هو 110 مثلا. انا كده حطيت، طب مش لازم نحط له لاين، مش عايزين ويت، انا كده حطيت تكست بوكس. طب عايز اعمل التكست بوكس ده، هبدا بقى ادخل في البارامترز بتاعته. هاجي اقول له او شيب دوت تكست فريم دوت تكست رينج دوت. احنا عايزين نخلي اللانجوج بتاعتنا انجليزي عشان مش يكتب العربي. اللانجوج هنجيب هنا انجلش يو اس، هناخد طبعا ده كده كوبي دوت، يبقى كده قدرنا نغير اللانجوج. الفونت بتاعنا عايزين نخليه بولد دوت بولد يساوي ترو. طيب عايزين كمان نخلي الفونت سايز، الفونت دوت سايز بيساوي الاي، نلغي نخلي سمول. طيب هل احنا كده خلاص؟ لا، ممكن كمان نشوف الالاين بتاعه دوت باراجراف فورمات دوت الاينمنت، هنقول له ان هو ناخده جهة الليفت، نمسح السطور الفاضية. تعالوا نشغل كده حضراتكم على البرنامج بتاعنا ونشوف ايه اللي هيحصل. ما حطش حاجة، تعالوا نرجع تاني نشوف البرنامج. هيحط في الشريحة التانية، هيحط لي تكست بوكس 50 والاي. طبعا احنا هنا لو جينا نشوف الطب بتاعه، ما هو ده الطب، هنطرح 7 من الاي. ليه بقى؟ لان انا الاي بتاعت من اول 8، فانا هقول له 8 يطرح منها 7 بحيث يبقى 1 في 20، 2 في 20، 3 في 20. طيب كده ان شاء الله يكون كويس. نعمل رن كده، بسم الله، برضو ما حطش. طبعا هو حط الراجل، بس للاسف احنا ما حطيناهوش له الكتابه نفسها، هيكتب ايه؟ ما حطيناش له هو هيكتب ايه. فنيجي نقول له في تكست رينج دوت تكست، هنقول له فونت سايز زائد سترينج عشان احول من رقمي لمتغير الاي. تعالوا نرن تاني كده. شايفين حضرتك المنظر؟ من اول فونت 8 لغايه فونت 28. وده البرنامج اهون.
يمكن تغيير بعض الخصائص لكل العناصر. يعني تخيلوا ان انا دلوقتي بعد ما عملت الشريحه اللي قدامنا دي اللي هي دي، عايز اغيرها، اغير كله، اخلي لونه احمر عادي خالص. هروح جاي في الكود بتاعنا وهلغي موضوع ان احنا يعني ممكن نقول له هنا جو تو 15، ونيجي هنا في جملة 15 ونكتب ايه بقى؟ خدوا حضراتكم معايا، قايل لي هو حتى في الشرح قايل فور ايتش الشيب المعين ان السلايد شيبس. يعني انا ممكن اجي هنا اروح جاي في الكود اقول له فور ايتش، فور ايتش ايه؟ مين اللي هيبقى الاوبجكت شيب؟ فور ايتش اوبجكت شيب ان ان مين؟ ان او سلايد دوت شيبس. بحيث كده هو دلوقتي هيعدي على الشيبس اللي جوه الاو سلايد واحد واحد وياخده ويخزنه في الاو شيبس. اجي انا هنا بقى اقول له الاوبجكت شيب ده دوت تكست فريم زي ما احنا متعودين، دوت تكست رينج، دوت فونت، دوت كولر بي سيل. طبعا عشان نوصف له الكولر هنا بنوصفه عن طريق الار جي بي، ريد جرين، ريد جرين بلاك، ريد جرين بلو. الريد هنقول ان هو ب 255 والجرين بزيرو والبلو بزيرو. تعالوا نشغل كده حضراتكم بس نكون واقفين على الشكل بتاعنا. احنا طبعا قلنا له كوتو 15 لازم نطلع السطرين دول فوق عشان هو معرفهمش، ما عداش عليهم، لازم عشان يعرف ان الاو سلايد هي الشريحه الثانيه والا هو مش عارف يشتغل. ده هو حط شريحه جديده واعتبر ان الشريحه الثانيه، يبقى احنا المفروض نعطل الامر بتاع ان يحط شريحه جديده. اد سلايد، احنا طلعنا اد سلايد، المفروض ما نقولوش بقى. يبقى هنستبدل لين، هنقول دي بتساوي سلايدز نمبر 3، ما بقت 3 لان ضفت شريحه جديده. يعني هو هنا هيخزن ان الشريحه الثالثه هي الاو سلايد، بحيث لما يجي هنا يجوت 15 هنا يبدا يخش على الشريحه الثالثه ويبدا يشتغل عليها. نعمل رن كده. لاحظت حضرتك ان هو عمل ايه؟ خليها لنا كلها حمراء. ممكن طبعا بالمثل اعمل كل اللي انا عايزه، اغير، خلي بولد، اشيل، احرك الليفت، الطب، كل الكلام ده بسهوله جدا ان شاء الله تعالى. وده البرنامج اللي احنا قلنا عليه. دي كده نبذه سريعه عن البرمجه بالفيجوال بيزك جوه الباوربوينت، وان شاء الله تعالى في المره القادمه باذن الله هنتعرض لحاجات ادفانسد باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.